وقد بين لنا ربنا سبحانه الحكمة من مشروعية الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أكمل الآية، لعلكم تتقون. إذن الحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق التقوى لله عز وجل. فمن ظهر أثر التقوى عليه، فمعنى ذلك أنه قد تحقق الغرض من الصيام. لكن من لم يظهر عليه التقوى وكانت حاله في رمضان كحاله قبل رمضان، إذا ماذا استفاد من الصيام؟ لابد أن يظهر أثر الصيام على الإنسان في تحقيق التقوى لله عز وجل، في زيادة الأعمال الصالحة، التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. والصيام أيها الإخوة، وسنتكلم عن أبرز المفطرات الحسية، لكن قبل ذلك أشير إلى أمر مهم، وهو أن حقيقة الصيام لا تنحصر في الإمساك عن المفطرات الحسية فحسب، بل تشمل كذلك الإمساك عن المعاصي. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. معنى هذا الحديث أن من لم يدع المعاصي القولية، وعبر عنها بقول قول الزور، والفعلية، وعبر عنها بقوله والعمل به، إذا لم يتأدى بآداب الصوم وتجرأ على ارتكاب المعاصي والمحرمات، هذا الصوم لا حاجة له، وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصوم. فلا بد للصائم إذا صام أن تصوم جوارحه عن المعاصي، وإلا فإن الإنسان إذا صام وأصبح يقع في الغيبة ويقع في السخرية ويقع في النميمة ويقع في الاستهزاء ويقع في الاستماع للمعازف المحرمة ويقع في النظر المحرم، إذا كثرت هذه المعاصي من الصائم فقد يصل للمرحلة المذكورة في الحديث أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإن كانت تحصل به براءة الذمة، فإن بعض العبادات إذا تجردت عن روحها قد لا يؤجر الإنسان عليها لكن تحصل بها براءة الذمة. ففي باب الصيام كما ذكرنا، إذا كثرت المعاصي من الصائم قد لا يؤجر عليه لكن تحصل ببراءة الذمة.